سبحان الله. أول شيء طبعا عيدكم سعيد ومبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا اليوم نتكلم عن العلاقة مع الله جل في علاه، كيف نبني علاقتنا من خلال الاستغفار. ومعنا قصة جميلة جدا عن أحد الأخوات القارئة لسورة البقرة، وهي كانت يعني تتقلب بين الرقاة، يعني تتنقل بين الرقاة حتى إنها يعني جاء الله بها إلينا ولزمت الاستغفار مع سورة البقرة، فتغير الحال الحمد لله رب العالمين. نسمع قصتها كمان شوي، لكن في كلام شوي بدي أقول لكم كلام مهم جدا. العين لها يعني سبحان الله حق، العين حق، ولو كان شيء ليسبق العين لكان، لو كان شيء ليسبق القدر لكانت العين. قال رسول الله إن العين حق، ولو كان شيء ليسبق القدر لكانت العين، فإن العين لا تأخذ الرجل، تأخذ الرجل إلى القبر وتأخذ البعير إلى القدر. سبحان الله، يعني أنا بعطي دروس هنا، شوف هاي الشجرة يبست. الناس لما بتشوف شيء، لما عندما تنشر شيء، وبالإخوة المتابعين عندي، أنا عندما ترى شيئا جميل يقول ما شاء الله تبارك الله، لأن الله سيحاسبك على عينك، وتظن أنك يعني أنت صبت شخص بالعين، يعني أنت معافى، لا. فمش بس هاي، يعني دول الشجرة هاي وكانت بجنبها كمان في جانبها كمان شجرة، الثنتين يبسوا. ما علينا، بس حبيت أبين هاي نقطة مهمة جدا أن تنتبه إن شاء الله. هذا كأنه قط أم وشنيته، يعني تركته فايت بالسيارة مطر السيارة. على كل حال مش مهم، ندردش شوي على الاستغفار وعلى معرفة الله وكيف نتعرف إلى الله بالطريقة التطبيقية، مش بالفلسفات. نشوف هذا القطيته هذا هي أمه، بس هي تركته، مش عارف ليش تركته، مش حبيبته، أبصر شو مالها. طيب خلينا موضوعنا شوي هيك نتنوع بالموضوع إن شاء الله. في ناس تبدأ بالاستغفار، تبدأ بمشوار، يعني حتى أنا أتذكر نفسي عندما بدأت أصلي، والله بدأت أصلي وبدأت يعني أنظر والشمس محلها وكل شيء محله، لا يتغير شيء بهالدنيا، يعني يوم يومين شهر شهرين كل شيء مكانه. ما فكرت يعني أنه لا أدري يعني ماذا يخطر في بال الذي تاب إلى الله، يعني وكأن الله يعني بده يقلب الموازين ويبقى يبدأ يبحث إنه الله سيغير له نواميس الكون عشان هو بدأ يصلي أو بدأ يعني يتقرب إلى الله. هو يفكر هذا الظاهر إنه إحنا هيك بنفكر، يعني قبل أن نبني علاقة وكأننا إحنا عاملين معروفية لله، يلا يا ربي يعني إحنا أجينا بحزبك، إحنا أجينا من بدنا نعبدك، يلا ابدأ يعطينا، وإلا العلاقة بتكون يعني على المحك، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به خلاص الله بيحبني، وإن أصابه شر انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. جماعة بنمثل وبنبسط عشان نفهم كيف العلاقة مع الله. أنا بستغفر، أنا إنسان أجرمت، لو الله أمسكني في الماضي يعني قبل ما أتوب التوبة الصحيحة وقبل أن يغفر الله لي ويغير أحوالي، والله لا ربما قد أكبنا الله في جهنم ولا ندري ما يفعل بنا. نعم في حديث المفلس، في حديث الـ يا رسول الله نتصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيراني في لسانها، لربما يعني نكون قد خلصنا، والذي كان إذا خلا في محارم الله انتهكها. وفي حديث يا عبدي لئن أتيتني بقرابة الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، ولكننا نشرك لكننا تحت العذاب بالليل والنهار، وما إن نتوب النفس لازم استغفار شهر شهرين. نسيت لما كنت تتفنن أنت بالمعاصي، نسيت لما كنت أنت تظلم الناس، نسيت أنك عندما كنت يعني ما لا تبالي. يعني اليوم كنت أحدث نفسي صراحة، كنت أحدث نفسي في موضوع
يعني البارحة تكلمت مع شخص يعني هو كان يصلي ومشمر هكذا، فقلت له لا يجوز. أنا كنت طبعا لابس نصفكم، نصف تيشيرت نصف. قال له أنت؟ قلت له أنا نصف كم، يعني هذا نهي رسول الله مش نهي. ما أعجبه كلامي. قال ما بركبش على رأسي كلامك، وكأنه كلامي هذا الكلام. وكبر قبل الإمام، يعني عندما يعني هو كبر لصلى الصلاة، هو واقف بجنبي، والإمام بعديها كبر. بعد ما هو كبر، هو كبر الإمام ولم يكبر مرة أخرى وصلى. دخلت على حكم الشرعي للتكبير قبل الإمام، باطل الصلاة. فشوف يعني أنت تنصح للناس وتبين للناس حبا فيهم أن لا يرتكبوا مثلا مخالفة شرعية وهم يتهجموا عليك، بالآخر طلعت الصلاة مش مزبوطة. سؤال، هل يمر هذا كل مرة الكرام عند الله؟ هل هذا لا يعركس نهار مثلا؟ يعني أنا بسأل نفسي، يعني اليوم أنا أنت نصحتني بشيء، لا بديش أصوم اليوم، بدي أفطر خلص، أنا أفطر بديش أفطر خلص بديش أصوم مثلا كذا هكذا، أنا عصبي اليوم، هل يمر هذا عند الله مرة الكرام؟ هل هذا هكا يعني خلاص؟ ولا احنا مدفع أثمان ونحن لا ندري؟ يا جماعة، معرفة الله تحتاج. إذا عرفت الله أنت وجدت كل شيء، أنت موجود في هذه الدنيا لمعرفة الله. نعم، أن تعبد الله كما يريد الله. كيف تعبد يعني تعبد إله لا تعرفه؟ كيف تعبده؟ يعني تفننوا في تفصيل أوامر الله، تفننوا في تفصيل أوامر الله، الأوامر الصلاة كيف نصلي وكيف نتوضأ وما يبطل الصلاة وما يبطل الوضوء وما الحج والزكاة وكم كل هذا وكيف الزواج والظلم وكل أوامر الله. تفننوا في معرفة الأفلاك والهاي، كل هذا اللي يقربك لمعرفة الله، ولكنك ما عرفتش تصل، لأنه فلسف الموضوع أكثر من اللازم. فلسف الموضوع أكثر من لازم، أن أعرف أسماء الله والصفات وكذا ومعاني كلمات أسماء الله الحسنى وصفاته وكذا وكل كلمة يعني العام بدين يعرف صفات الله جل في علا، يعني بدين يعرف شو معاني الكلمة. في ناس تعرف لغة عربية، هن كلات أصلهن عجم، كيف بده يعرف هذا الكلام؟ يعني لماذا هاي الفلسفات أكثر من لازم؟ أنا دا وضح لك وبسط لك الأمر أكثر من هيك بكثير. أنك تعرف الله، أنت تحت عقاب، أنت تذنب، أنت مش عارف أنه في لك إله. يا أخي أنت مش معظم الله؟ شوف بالاستغفار، شوف سورة نوح، شوف يعني انتبه للآيات. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وعود. شوف ربنا شو بقول لك مباشرة وراها خلف هذا، بس ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني أنت الله خلقك كان يعني في ظلمات ثلاث، خلقك الله في ظلمة الرحم، في ظلمة البطن، في ظلمة كل هذا الأمور، وأنت لا ترجو لا تعظم الله، أنت مش معطي الله قدره في حياتك، في تسمعتك، في مراقبتك لله. أنت جاي تعبد الله عندك نقصك في الفلوس. طيب أنا صار عندي مشكلة، طب هاي المشكلة صارت لأنه الله غضبان علي. يعني أنت عمال تعبد الله على حرف. اسمع يا ربنا، أنا يعني أجيتك، إذا أنت بتسوي لي أي تعطيلات أنا بديش أجي، بلاش تجيش، بلاش، الله بغنى عنك ومشوارك راح يطول. يا إما أنت بتكون أديب وتطلب الطبيب عندما يدخل إلى الطب ويتعلم وسقط في امتحان، شو بيفعل؟ شو بيعمل؟ بترك الطب؟ مش بيعود يجتهد حتى يعني وسقط كمان امتحان، شو بيعمل؟ مش بيضلوا يجتهد حتى ينجح؟ طيب أنت سقط الطب تفقد. يعني أعطينا مثل قبل كم من يوم أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وكان معه سيدنا أبو بكر ودخلوا إلى غار ثور، والمهم أنه سيدنا أبو بكر يعني بدأ يغلق كل الثقوب التي موجودة في هذه الغار، يعني خوفا على رسول الله، وما بقي إلا ثقب واحد أو جحر واحد، فوضع يده فلدغته الحية. طيب أنت تفقدت،
لربما الله عمال يطهر فيك. الاستغفار بيطهر فيك. مثلا خلينا نبينك هكذا على المسبحينية، يعني كلام عامي كلام بسيط. خلينا نقول انت ذنوبك حتى يطهرك الله منها بدها 6 أشهر مثلا، لكن اذا الله بيعطل عليك امور مثلا قد تقلص المدة. ما من شوكة يشاكها العبد الا تحط من خطاياه، فلربما الله يريد ان يطهرك اسرع من المدة اللي انت لو انك بقيت فقط بالاستغفار. لربما الله يريد ان يعلمك، بده إياتك داعية إلى الله. نعم، ما هو علمني، ما الله هراني هري. تعرف شو يعني هراني هري؟ يعني يا جماعة، يعني كنا يعني في كلام لا يقال، أقسم بالله لا يقال، يعني درجات الحيرة. ماذا نفعل؟ نعم، ماذا نفعل؟ يعني مش ضابطة. طب أنا أتعبد وأتقرب إلى الله وأزيد بالصلاة حتى وصل فيه الحال إني أصير يعني أصلي مثلا، أبقى من الفجر إلى الشروق بالمسجد، هي قبل 2015، قبل حتى أراقب تجارتي هل تغيرت. نعم، كنت أعبد الله على حرف المطر، ما شاء الله تبارك أمطار، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يتساقط المطر، هذا المطر الأسبوع الماضي كان يعطي الرصد. خلينا ندردشها هاي شوي. الأسبوع الماضي كان الرصد يعطي حرارة فوقية 30. نعم، وبدأ فوقية 30، كانت أيام حارة جدا. والله يا جماعة، في ناس تعرف كيف تتعامل مع الله، ولا تعلم أن الله يستجيب، ولا بدهن يصدقوا أن الله يستجيب، ولهم ما لهم ولنا ما لنا، خليهن يقولوا عنا مجانين. فوالله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه، قلت يا ربي كان هذا المطر العمال يعني يزيد، هو بسبب استغفارنا؟ والله أقسم بالله كان الراصد كله حرارة كل الأسبوع، يعني 10 أيام يعني أيام فوقية 30 درجة، كلها 29 و30 و31 درجة، يعني حرارة عالية. فقلت يا رب إن كان هذا استغفارنا أرنا المطر الاستغفار. ثاني يوم، والفضل كله لله، ثاني يوم وهذا الراصد بيعطي مطر، وهذا جاءت المطر وصل، وكان اليوم برد، وكان درجة حرارة يعني البرودة سبحان الله، كانت الراس يعطي 30 فوق 30. كيف نعرف الله؟ عندما تعرف الله سيربط الله على قلبك، سيعطيك يعني يعطيك البشائر، سيعطيك العلامات الإشارات، كل إشي للآخر. أمي بذيل الأمم، لأنه ما بطلنا نثق في أنه الله يستجيب. طب لماذا؟ لأنه اللي بيعلم أوامر الله، لا يعلم كيف نعيش مع الله جل في علاه. فالله قريب مجيب، لكن اعبدوا الله حتى تبني بينك وبين الله جل في علاه هذه الثقة. والله يريد منك شيء، الله يريد منك شيء، أنت بدك من الله شيء، والله يريد منك شيء. الله عنده دين، ما في عنده الآن أنبياء، ويريد منك أن تكون أنت وكأنك مرسل، كأنك أنت مرسل. بلغوا عني ولو آية، رسول الله السلام قال عنك بلغ عنه ولو آية لرسول الله. فأنت إذا بلغت أنت بتكون وكأنك مرسل، لا رسول ولا نبي يعني، لكنك عندما توصل رسالة مما وجدت، الكتب ملأة، ما لا نريد من ما كتبوا وما ملأوا الكتب، بإنما حقيقة الآن ماذا وجدت أنت من الآية التي عشتها. فلزمت الاستغفار، غير الله أحوالك. شفت الأخت التي كانت على دين النصارى وأسلمت بسبب الاستغفار، قبل أن تسلم بلزومها الاستغفار قلب الله أحوالها. الله بيعطي بشائر، لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة. فلكن ابني علاقة أنك تبحث عن الله، ابني علاقة. فالله يريد منك أن تكون داعية إلى دين الله. كنتم خير أمة وأخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الله بده يدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وانت بدك دنيا، انت بدك فلوس وسيارات وعقارات، وتنظر الى هذا الامور كلياتها. والله بيمنع، الله بيمنع عشان يربي، الله بيمنعك عشان يربيك ويأدبك، مفهوم؟ فانت لما بتصير تعرف الله جل وعلا كيف ان الله بيفتح، الله اللي بيفتح عليك، انت بتفتحش على حالك، الله بيسر لك كل امورك. لكن خلي النية، كيف قلت لك احنا لما بننوي نية الصلاة، فانا بنوي اني اصلي فرض
فرض الظهر مثلا أو سنة الظهر أو قيام ليل. فالنية تسبق كل عمل. نعم، من كان هجرته لله فهجرته لله، من كانت هجرته لامرأة ينكحها أو تجارة يبتغيها فهجرته لما هاجر علي. وأنت أنا أريد منك أن تكون نيتك التقرب إلى الله ومعرفة الله، والله جل في علاه سيكفيك هذا الهم الذي أنت يعني مشغل بالك. ف لا يعني سبحان الله لا تستعجل إني أنا صلي أسبوعين أو شهر عمال أستغفر. أنت عمال تتعلم في مدرسة، أنت عمال تتعلم في مدرسة عند الله جل في علاه، بده يربيك الله، بده يعلمك، بده يمر، بده ياتك تمر. الرسول عليه السلام يعني أنت أفضل من الرسول عليه السلام، يعني كسرت رباعية رسول الله، يعني أو يعني أبناء قريش يعني في الطائف هي اللي نسيت يعني صراحة هذول الأولاد، الأولاد عندما قال نزل عليه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، نعم دموا رجليه. يعني الرسول عليه السلام هاجر وكان يختبئ وكان هكذا، ووضع سيدنا علي مكانه عندما أراد الهجرة. وأنت شو يعني أنت أفضل؟ يعني يعني أنت لازم يعني خلص أنا بدأت استغفر معناها أنا منوع الله يعذبني؟ لا يا أخي، في شوط، في شوط، في ترباي كمان، في ترباي. أنت عندما تمنع ولدك من أنه يعني ابنك عمال مطيع وبده، فأنت لما بتمنعه مش أنت بتبني عليه، مش عمال تبني فيه. الله يريد أن يبني منك رجل، الله يريد منك أن تكون أنت في هاي المطبات. ماذا وجدت بعد هاي المطبات؟ صار عندك مطبات، صار عندك مشاكل، طب ماذا وجدت؟ كيف خلصت منها؟ كيف خلصك الله منها؟ هل اللي بده إياه الله؟ طب أنا منين بجاوبك كل أجوبتي؟ من اللي عشته؟ من عشت هاي المطبات وهذا عندما لزمت استغفار وطال أمد الفرج. نعم جاء مطر لم يأتي بعدين، يعني أتى أول مرة $4,000 قيمة $4,000، ولكن بعدين ما جاء شيء وأنا أستغفر، ما جاء شيء، أبطل السحر $4,000 وانتهى الموضوع وأنا أستغفر بال 2015. لكن بعد 2015 بالسنة نفسها بعد ليلة القدر بدأ الفتح كلياته، الله قضى عني كل الدين الذي كان متراكم علي والحمد لله رب العالمين، أكثر من $80,000. طيب فالله يريد أن يبني علاقة، الله يريد أن يغير الآن، الآن يريدك أن تعمل من خلال تطبيق الآيات وتعيش الآيات، تعرف الله من خلالها. ما نفعت إن إحنا نقرأ ماذا كتبوا الذين سبقوا، الذين سبقوا عملوا وقطفوا وعرفوا الله من خلال عملهم، ونحن بدأنا نردد ماذا عملوا. كان سيدنا أبو هريرة يستغفر 12,000 مرة، كان ابن تيمية يستغفر 1,000 مرة إذا أشكلت عليه مسألة، كان ابن تيمية يقول خير الدعاء هو الاستغفار. طيب ليش هو بقول هيك؟ هو استنبط ولا هو عاش؟ هو عاش الاستغفار، ما هو عندما لما كانت تشكل عليه المسألة أكيد كان يدعو الله لا تنحل، لكن عندما لزم الاستغفار وجدها إنها تنحل المسألة. فالاستغفار نعم هو وجد، هو عاش، هو قطف، هو عرف الله جل في علاه إنه مفتاح معرفة الله أو مفتاح الاستجابة هو الاستغفار. فإذا منعك الله من شيء يريد الله منك شيء، فتفقد كل هذه الأشياء. فإذا لم يكن إنك من باب الذنوب أنت عمال تذنب، لربما الله يبني فيك رجل. يعني إذا أنا شاطر بالمدرسة يعني خلص يعطوني شهادة طب من أول سنة، مش هيك تبنى العلاقات يا أخي، مش هيك. لا تستعجل، مظبوط أنت مضغوط ومديون، لأنه لو الله فكر لك إياها الآن تأخذ حاجتك وتترك الله وتترك الدين كله. ولو أن الله بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بديش أطول الدرس، بدنا نأخذ هذه قصة عن الاستغفار ورحمة الله بالاستغفار. الله بيرسل رسائل، الله يرسل لك رسائل. يعني هذه الأخت التي كانت النصرانية ما كانت بعدها مأسلمة، لكن الله بعث لها بشائر، وانت هايات مطر الاستغفار الحمد لله رب العالمين. وهذا والله إنه مطر الاستغفار، والله كان الراصد يعطي حرارة، يعني آخر رمضان كله حرارة، ولكن بعد ما سألنا فضل من الله، نحن نعرف نسأل الله في أدب للسؤال، مش هيك؟ صوت المطر جميل الحمد لله رب العالمين. في قصة هنا، قصة مكتوبة وقصة مقروءة إن شاء الله. ف
طيب هاي القصة لأحد الإخوة يقول سمعت كثيرا عن الاستغفار عن عبد الرحمن اللحياني. طبعا أنا اللي ذكرته لعبد الرحمن اللحياني وذكرت الناس فيه أني أنا سمعت الورد 30,000 بال2015 وأخذته والحمد لله رب العالمين. نعم سمعت كثيرا عن الاستغفار عن عبد الرحمن اللحياني ومحمد حجازي والله فضل الاستغفار عظيم جدا. ذات مرة كنت أستغفر طيلة اليوم والنهار ونمت ساعة فإذا بي أرى في المنام أن إمام المسجد لم يحضر لصلاة الجمعة وقام الناس باختياري لكي أمهم وأؤدي صلاة الجمعة ورأيت في الحلم إني أقرأ ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله، هذا الحق، هذا هو حق. كذلك ذات مرة كنت أستغفر الله طيلة أيامي وأنا في عملي، وكان عملي عملا شاقا، وكنت أستغفر تقريبا لمدة شهرين بنية إن الله عز وجل يصلح أحوالي. أقسم بالله أتاني شخص ليس من أقاربي فقال لي لقد نسيت إنك تتحدث الإنجليزية، هناك شخص أعرفه بالإمارات يحتاج أناس يتحدثون الإنجليزية بطلاقة لاشتغال كوكلاء خدمات في فندق فخم بدبي، فقال لي ارسل سيرتك الذاتية له. وهذا ما قمت به، وقد قامت إحدى المسؤولات بالاتصال بي لإجراء المقابلة ومعرفة مستوى وين صرنا لإجراء المقابلة ومعرفة مستواي في اللغة، فنلت إعجابها وقامت بالاتصال بي مرة أخرى وسألتني مجموعة من الأسئلة. يعني توفقت بفضل الله بالإجابة عليها، وتكفل هذا الفندق بمصاريف الطائرة والفيزا، واشتغلت معهم براتب ضعف راتب الذي كنت أشتغل فيه به في المغرب 4 مرات والحمد لله. طبعا هو هنا يعني يقول والله لم أكن أعرف العدد الذي أستغفر به إلا أنني كنت أستغفر الذنوب، أستغفر وأفتقر إلى الله، أسأل الله جل وعلا جل جلاله أن يفك كرب كل مكروب ويرزقكم من واسع فضله. نعم استحضر الذنوب، أنا أقول لا شرط، مش شرط، لكن توب واقبل على الله والزم الاستغفار، ويكون لك هيك خلوات بين الفجر والشروق أو بين المغرب والعشاء أو جلسة من الشكل أنت لوحدك وتلزم فيها الاستغفار، إن شاء الله سترى منها فرج عجيب إن شاء الله. لكن اتذكر الله منعك في هذا الرزق لأنك كنت متفلت، ولكن الله جاء بك لهذه القناة، ما جاء بك لمكان آخر لصاحبك يقول لك استغفر وتنفك أزمتك. الله جاء بك لقناة اسمها بلغوا عني ولو آية. لو أراد الله منك أن تصبح طبيب لا ذهب بك إلى كليات الطب. لو أراد منك الله جل في علا أن تصبح مهندس لأخذك إلى كليات الهندسة. لو أراد الله بك أن تكون عامل في فندق كان فلان لفلان كما هذا، سمعت قصة من الشكل، لزمت الاستغفار وذهب، لكن الله جاء بك، أنا لم أتي بك إلى هنا، الله جل في علا هو الذي أتى بك إلى هذه القناة التي اسمها بلغ عني ولو آية، عشان تعيش الآية، عشان تقطف ثمار الآية، عشان تعرف من خلال هذه الآية الله جل في علا، وتكون مرآة لدين الله حتى تبلغ دين الله للناس وتبين لهم أن الله غفور رحيم، أن الله نعم يعطي، أن الله قريب، لأن تاني عبدي مشهن أتيته هرولة، عشان تبين للناس شو مشكلة الناس المسلمين مع ربهم. نعم إنهم يعبدون الله على هواهم، إنهم يذنبون بالليل والنهار، إنهم لا يرجون لله وقارا، إنهم يعني يظنون إن هي الصلاة انتهى، صليت أنا وخلصت، صلى والله بعد العشاء افعل ما تشاء، هذا هو ديدن الناس. نعم خلص رمضان الآن بتعود كيف بقولوها حليمي إلى عادتها القديمة، هذا مثل إن عادت حليمي إلى عادتها القديمة، شو هو؟ إلى كل الكيف اللي كنا فيه. فهنا هذا هو الذي يعاقب الله عليه ولا يريده. فأنت بأخي قد قدر الله لك أشياء فلا تمحقها بذنوبك وتعطلها بذنوبك بعد رمضان. الله بليلة القدر قدر لك لربما الخير جاي، فلا تمحق هذا الخير بذنوبك إنك خلص أنا صمت رمضان والله غفر لي معتوق عتقت رقم، لا قدر لك كمان أرزاقك اللي جاي، أمراضك، أسقامك، حياتك الطيبة، أولاد، زواج، كل هذا قدره، فلا تمحقه في ذنوب.
خليك مستمر. من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب ولا زال عبدي تقرب إلي وحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضت عليه. فتبقى أنت بالفرائض التي هي الصلاة الصيام حج زكاة والعبادات والنهي كل ما نهاك الله عنه تنتهي وما ما أمرك الله فيه تأتيه كما قال رسول الله كذلك. ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا بيت القصيد، هنا أنت تسأل فتطاع فتعطى الله، تسأل الله فيعطيك. لكن عندما تبني رصيد من الحسنات، رصيد من العلم، رصيد من المطبات، رصيد كيف تتجاوز هذه المطبات ولا تستعجل الاستجابة، ما بينفعتي بأول سنة تقول بدي شهادة الطب، بس كل يوم يزداد علمك، كل يوم بتزداد معرفة، كل يوم بيزداد بتهون الحياة عليك، كل يوم تتقرب حتى لو جاء مطب. فلربما أنا مثلا الله خرب لي تجارة الحلو، الله خرب لي تجارة الحلو، يا جماعة أنا من باديل، أنا حلوانجي بشتغل بالحلو، طب أنا كنت أظلني في المحل في تجارة الحلو، يعني رمضان أنا في المحل، أنا في المحل، تراويحي كانت في المحل مش في المسجد، طب الله هدمها، هدموا هذا المحل، الله لا يرده، الحمد لله أنا بخير بألف خير مبسوط، مليح اللي ريحني منه، أقسم بالله مليح أنا مبسوط. فأنت ليه بتزعل؟ خلاص انت ماشي في الطريق الصحيح، وكل الله. ان شاء الله بدنا ننهي بهذه القصة، ان شاء الله نتعلم انه الاستغفار رحمة الله، وعلى صوت المطر مع هذه القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي العزيزات، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم وقرباتكم، وجعل الله في ميزان حسناتكم اجمعين. جزء من قصتي مع سورة البقرة، سورة البقرة أنا مداومة عليها أكثر من 5 سنوات، يومين أقرأها أو من يوم يوم إذا كان عندي انشغال أو أسمعها يعني سمعا. فأنا حالتي كانت صعبة جدا، عانيت من الأسحار وعانيت من المس وعانيت من العين والحسد كثيرا، وأحيانا كان يحصل لي التلبس نتيجة السحر ونتيجة العين، وذهبت كثير من الرقات ومن الأطباء ولكن بدون فائدة. كنت شوي يعني أتحسن قليل ولكن ترجع حالتي تنتكس مرة أخرى. فكل رقات الموجودين في العراق أو في المغرب العربي يعني تواصلت معهم، والعلاجات اللي كنت أخذها من الاستفراغ ومن القيء ومن الدهان الجسد أتعبني كثيرا صحيا ونفسيا وماديا، والحمد لله تعالى. جربت سورة البقرة كنت أقرأها، حسيت بنبض في داخل جسدي في منطقة الرحم، كأنما طير صغير يرفرف في داخل الرحم أو داخل بطني. فانتبهت على هذا، كل ما أقرأ في سورة البقرة مستمرت عليها، فهذا النبض يزداد كأنه طير صغير أو عصفور صغير داخل رحمي يريد يخرج من الرحم مالتي، كأنها عملية ولادة. فبقيت يعني أقرأها، فقرأتها 3 مرات سورة البقرة في جلسة واحدة، فازداد علي كأنما هذا الشيء يريد يخرج من جسدي، كأنه يريد يعني يمزق لحمه ويخرج، يعني أصبح يعني حالة هستيرية داخل جسدي، هذا اللي الشيء كأنما عصفور أو فرخ صغير. فذهبت للراقي الموجود هذني فقال أنت عندك مس نتيجة السحر، واللي يستقر هذا في الأماكن النجسة وهو مستقر في منطقة الرحم اللي موجود اللي عنده. فوصف لي كثير من العلاجات الداخلية، وأنت عزكم الله خواتي تعرفون هذا الشيء، وأجزت يعني هي بها. فقلت بيني وبين نفسي ما دام يعني هذا الشيء من الدهان أكثر من 1 سنة كاملة تقريبا 2 سنين، أنا المسك الأسود والزيت الزيتون والأشياء اللي رقيها والسدر أطحانة كنت أخطي أذني أدهن جسدي يوميا مع الرقية، تقريبا كنت 2 سنين ظليت أنا جسدي أدهن يوميا، وهذا السماع الرقية
وبين يومين أذهب إلى الراقي رقيني كرقية مباشرة، ولكن نفس الحالة تبقى النبض يخف عندي ورد النوب يعني مرة ثانية يرجع. آخر شيء يعني يصعد هذا النبض إلى منطقة الرأس، من يصعد منطقة الرأس أشعر في يعني دوخة كلش قوية كأنما شيء يجي يصرعني، ولكن أتماسك نفسي وقوى عن كام الصلاة، ورأسا ألتجئ إلى قراءة القرآن والحمد لله. أنا قرأت القرآن استمر عليها كل بالشهر مرة أو مرتين أختم القرآن والحمد لله، قيام الليل مستمر عليه والحمد لله، أذكاري صباح ومساء، صلاة الضحى الحمد لله كلها مداومة عليها، معتمرة 3 مرات وحاجة مرة واحدة يعني 4 مرات أنا ذاهبة للحج والحمد لله. كلام كل هذا أنا ابتليت بهذا الشيء وبقيت مستمرة على سورة البقرة إلى أن أسمع الرقية ببداني أشعر كأنما شيء في داخلي يبكي، يعني بكاء داخل جسدي، يعني عين تبكي، يعني أنتبه على نفسي مو أنا اللي أبكي وإنما الشيء بداخلي هو اللي يبكي مو أنا. فمن أذهب للراقي يقول هو هذا المس اللي نتيجة هذا السحر، فاستمري إلى علاجات الاستفراغ، ينطوني أعشاب يعني مادة أعشاب أشربها وأبدأ أتقيأ أو أجلكم الله يكون عندي إسهال، إلى أن صار عندي ارتجاع بالمريء والقولون العصبي والله تعفذني أداني إلى حد الآن أنا أشكو من عنده والحمد لله. فمن بعد ما استمرت على سورة البقرة منذ أكثر من 5 سنوات إلى حد الآن حسيت بهذا النبض اختفى نهائيا والحمد لله، ولكن بقت عندي حالة واحدة اللي أشكي من عندها هي الوسواس القهري، وأحيانا تأتيني نوع من الاكتئاب، فكل شهر أبقى أسبوع أو أسبوعين في هذه الحالة كأنما شيء يعني يخنقني رغم قراءة القرآن رغم صلاتي أذكاري. فمن أسهل يقول يعني هذا نتيجة العمل، كل ما نتجدد أو بنفس اليوم أو التاريخ اللي قاموا به سحرك وعمل عملك ذني تشعرين بهاي الحالة. إلى القتل الحمد لله إلى أن الله شافيني من عند هذا الشيء، ولكن أتعبني الوسواس القهري، تأتيني أحيانا الفكرة داخل فكرة داخل فكرة وأبقى يعني الشيء كأنما ضيق داخل صدري، حتى من أغتسل أو شيء هذا الشيء يعني الخنق اللي عندي كأنما أحد يعني جاثم على صدري وعلى أنفي يعني يخنقني. فبقيت على هذا استمر عليها الرقية الاستغفار الأذكار يعني كل هذا، حتى راجعت معالج نفسي يعني يشرح حالتي، يعني انطاني ارشادات مشيت على هالارشادات اسبوع ارتحت ورديت النوم يعني رجعت عندي الحالة. بالصدفة على الفيس او القناة اليوتيوب لاحظت قناة الاخ محمد حجازي، هذا بداية رمضان هذه السنة، فذكر الاستغفار فبين وبين نفسي اختليت لمدة ربع ساعة تقريبا او نصف ساعة بالاستغفار. كل مرة أنا استغفار 24 ساعة على لساني، صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما على لساني، بس من استغفرتها بشهر رمضان شعرت بأن هذا استغفار يختلف عن استغفارات السابقة اللي أنا كنت طيلة حياتي اللي أنا استغفرها، فشعرت بأن هذا الاستغفار نابع من يقين بالقلب وبالعقل وثم اللسان، فيقين مليار بالمرة. فبديت استمر عليه فحسيت بأن هذا الشعور وهذا الوسوسة لذني اختفت من عندي تماما والحمد لله والفضل مني له. فقلت بيني وبنفسي قلت هسه ترجع علي الحالة نفس كل مرة 3 أيام وترجع أو 4 أيام ترجع هذه الحالة. وقيت هذا من بداية رمضان وإلى حد هذا راح ينتهي رمضان أنا مداومة على الاستغفار في صلاة التهجد، فأبدأ أخذها لمدة نصف ساعة استغفار لقد بنية ذهاب هذا الوسواس عني،
وبديت استغفر، والحمد لله اختفت من عندي، وإن شاء الله أبقى مداومة عليه حتى من بعد رمضان إلى الممات، إلى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته. فحبيت أذكر أخواتي بهذا الشيء، بأن الاستغفار ليس باللسان فقط، وإنما يقين وإيمان. فيجب يكون استغفاركم في داخل القلب، من نابع من كل قلبكم والعقل ثم اللسان. فصح من قال بأن الإيمان ليس باللسان، وإنما الإيمان محله القلب. فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد بصحة الأخ محمد حجازي، وإلى جميع الأخوات العاملات في هذا الجروب، وعلى كل من ينشر هذه الأشياء في سبيل المنفعة للناس. جعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله أثر جميل لكم ودخلكم الجنة بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. أمطار ما شاء الله. جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا خير، خير عظيم، خير عظيم. نعم، الاستغفار يأتي بالمطر، الاستغفار يأتي بمعرفة الله، الاستغفار يقربك إلى الله. سألك ترجو لله وقارا، نعم توب إلى الله، إلزم الاستغفار شوي شوي يوما ما. بالأول كنت تصلي وتركض إلى الصلاة، لكن اليوم عرفت أن الذنب يحول بينك وبين عطاء الله. فاليوم أنت تلزم الاستغفار مع صلاتك، مع قراءتك للقرآن، وستجد يوما ما أنك كل شيء تطلبه من الله ستراه بأم عينك يتحقق. سترى أنك مستجاب الدعاء، سترى هذا السر الذي بينك وبين الله ينمو ويكبر، نعم، حتى تصبح بإذن الله تعالى ولي من أولياء الله، ولي الذين إذا سأل الله أعطاه وإذا استعاذه أعاده. نعم، وهذا ليس حكر على أحد، ولكنه توفيق من الله. وانت اليوم فهمت انه الشيء مش كل شغله بتصير معك فيها تعطيل وانت تستغفر معناه الله لم يقبل الاستغفار. هذا عيب بالكلام، هذا لا يجوز. الله يقبل كل استغفار، الله يقبله، لكن لربما لا يكفي، لربما بعدك انت نيتك دنيا، والله يريدك للآخرة، يريدك ان تبلغ آية، يريد ان يربيك، يعلمك، حتى يعطيك الشهادة التي فيها تخرج وتتكلم عن الاستغفار وعن آية التي عشتها، تخرج تتكلم عن سورة البقرة، بلغوا عني ولو آية، فتكون داعية، يعني تساهم في يعني عودة المسلمين إلى دينهم والثقة بربهم والثقة بدينهم، ويعرفوا أن الحلول كلها موجودة في دين الله. نعم، الإسلام هو الحل، لكن الإسلام هو الحل عندما تعيش مع آيات، وليس فقط تقرأ ولا تنفذ وأنت مشغول في تفلت من طاعة الله. أنت عرفت أوامر الله لكنك لا تعرف الله، من خلال آية ستعرف الله. الله يبارك فيك ويرضى عليكم. قصص لا تنتهي، لكن شوي شوي اشتغل، اجتهد، اعرف أنك أنت هدفي أعرف الله، والله سيكفيك كل الذي أهمك، الله سيقضي عنك دينك، الله سيشفيك، الله سيعطيك، وبالاستغفار هو ممحاة الذنوب ورفعة وعز وكرم إن شاء الله. الله يبارك فيكم، لا نطيل أكثر من هيك. الله يرضى عليكم، وعيدكم سعيد مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أمطار سألنا عنها فجاءت بإذن الله تعالى. فليصدق من يصدق، فليكذب من يكذب. كان الراصد يعطي حرارة لكل الأسبوع بالثلاثينات، لكنه سبحان الله انقلب بعد يوم من الهاي، انقلب وإذا الأمطار بالطريق، وها هي الأمطار قد وصلت بفضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرفع من قدركم ويعطيكم كل واحد مسألته.